السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك، والدتي مريضة ربو حساسية على صدرها. الله يعافيها يا رب. آمين يا رب. فهي عاوزة تسأل حضرتك، يعني البخاخة بتفطر ولا لأ؟ لأن هي والله أنا سألت عن البخاخ وجدت أن رذاذا يخرج منها يدخل في الجوف، فأنصحها أن تستغني عن البخاخة. إن عجزت استعملتها وحافظت على صيامها، وإن استطاعت بعد القضاء فعلت. الله يكرمك. تمام. طب هي في نوع جديد الدكتور كاتبه لها، مش بيطلع رذاذ ولا بيتحط فيه كبسول ولا أي حاجة، يعني ولا حاسة، ما بتحسش بطعم في بقها يعني. إذا سألت الأطباء قالوا لك ذلك، إذن لن يفطر، هواء فقط. هو بس هي بتحسش بطعم ولا أي حاجة. خلاص، ممكن تاخد منها عادي كما أخبرتك. تمام يا شيخ. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا لا يصح.